كما تعلمون إن بلادنا اليوم في أمس الحاجة لشركات خلاقة للثروة مستقطبة للكفاءات المتخرجة من الجامعة الجزائرية، وفي أمس الحاجة للابتكار لكونه المحرك الوحيد للتنمية الاقتصادية في كل أنحاء العالم، كما إنها بأمس الحاجة لكفاءاتها. وقد قررنا في الحكومة دعم المبتكرين أينما وجدوا، ولعل تنظيم سلسلة الندوات الجهوية للشركات الناشئة لدليل على إيماننا القوي بأن المواهب الجزائرية تزخر بها في كل منطقة وكل ولاية من وطننا الحبيب. وقد تجلت مجهودات الحكومة بداية بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالشركات الناشئة وصندوق استثماري يضمن لها التمويل السلس للمشاريع المبتكرة وتحفيزات ضريبية معتبرة على غرار ما جاء به قانون المالية لسنة 2021.